وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحية، لعلك تابعت كلمة السيد الرئيس في احتفالية عيد الشرطة 71 والحديث والتأكيد على أن الدولة ملتزمة التزاما ثابتا بمحدودي الدخل بدعمهم وبتخفيف آثار الأزمات الاقتصادية على الداخل المصري. كيف تقرأ توجه الدولة في هذا الإطار؟ مساء الخير لحضرتك، واسمح لي اولا ان انا بقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيبة. وطبعا لاخواتي واصدقائي في الشرطه والأولادنا، وطبعا 25 يناير يعني عيد للشرطه، هو عيد للوطن المصري كمان. وطبعا ده يعني بيدينا استدعاء ان احنا دايما نكون متذكرين اخواتنا الشهداء في الشرطه والجيش، ونسمح لي ان انا بقول لهم تاني كل سنه وانتم طيبين. فخامه الرئيس النهارده تحدث بمصارحه كبيره جدا قد ايه الدوله بتقوم بعدد من الاطر والمشروعات لحمايه محدودي الدخل، وفي مظله مجتمعيه الدوله بتقوم بيها. وتحدث بان جائحه كورونا من اهم الازمات الاقتصاديه والازمه الروسيه الاوكرانيه وتداعياتها على الشان المحلي والشان العالمي. واللي احنا بنشوف النهارده التداعيات دي، بذكر حضرتك ومشاهدينا الكرام، جائحه كورونا للاسف لما يعني حلت على العالم كان كيفيه مواجهتها من اصعب الامور على المجتمع الدولي. وكلنا كنا بنتذكر ازاي ان احنا نعيد كيفيه حمايه كل دوله، حمايه اسرتها او مجتمعها، وان يكون الشغل الشاغل ليس بقى الاكل او الظروف الاقتصاديه او المجتمعيه او حتى التعليم، ولكن حمايه الصحه. كنا بنتكلم على اللقاح وكيفيه استيراده من الخارج وتدبير العمله وتدبير يعني الافكار في حمايه كل مجتمع، طبعا اثرت علينا تاثير كبير جدا. وطبعا خلفت الازمه دي ما بيسمى بسلاسل الامداد، يعني لما الازمه بتاع جائحه كورونا يعني ابتدى تكون فيها الحمد لله انكشافه وخلاص، لكن ازمتها وجدت فيها ما بيسمى بسلاسل الامداد. اكتشفنا ان العالم لما توقف في جائحه كورونا ما بيعتبر تقريبا عامين، ابتدى يكون في اقليه في الانتاج، المصانع كانت جزء منها متوقف، وما زال حتى وانا بكلم حضرتك النهارده الصين كانت محجمه السفر ليها. واثار هذه الازمات ما زالت مستمره. يعني هناك ازمه ايضا يشهدها العالم اليوم، هي ما بات يعرف بازمه العالميه لغلاء المعيشه، وهو اشار اليها السيد الرئيس خلال كلمته. الاجراءات الحمائيه والاجراءات الاجتماعيه التي تضمنها وتكفلها الدوله المصريه دعم والانحياز لمحدودي الدخل من أجل تيسير الحياة لهم، بكل تأكيد خلينا نقول يا فندم أن فاتورة غلاء المعيشة فعلا مؤثرة تأثير كبير على المجتمع، ولكن الدولة بتواجه هذا الأمر وفق القدرات المالية. يعني ما هو الدولة ليها قدرات، صحيح. ما هي الدولة بتحاول أن هي تبحث النهاردة أن هي توفر السلع الأساسية والسلع التموينية وفق القدرة الاقتصادية الخاصة بيها. وطبعا هذا الامر لا ينكر لاي يعني بالمنطق ان انت وفق القدرات الماليه دي ان انت تستورد سلع تموينيه بتدبير عمله. للاسف النهارده العالم متاثر بارتفاع اسعار الفايده، ومتاثر للاسف بالحرب الاوكرانيه الروسيه، وده النهارده ان احنا بنشوف الدوله وفرت النهارده المعارض، ولكن المستوى المعروض من السلع النهارده ده بيغطي يعني الشهور القادمه حتى بعد فتره رمضان. ولازم نشوف ان احنا ما نتكلبش على السلع. الامر فعلا الحمد لله متوفر، والتحفظ اللي دايما الاستاذ الرئيس بيتكلم عنه، انصحوا الناس ان الامور مستقره الحمد لله، ولكن فعلا تكلفه غلاء المعيشه ما هو اغلبتها مستورد من الخارج، نظرا لارتفاع في مستويات اسعار البترول او الغاز او وسائل النقل او الطيران او حتى المحاصيل الزراعيه اللي احنا بيتم الاستيراد بيها. اتفضل يا فندم. السيد الرئيس أيضا أشار إلى المشروعات القومية الكبرى، الشبكة القومية للطرق، أيضا مشروع تطوير قناة السويس والعائد الذي يعني تدر هذه القناة بعد سنوات. كيف تقرأ جدوى هذه المشروعات وإيصال هذه الصورة لرجل الشارع المصري أن هذه المشروعات مهمة في بناء التنمية ومهمة أيضا لمستقبل المصريين؟
خلينا نقول يا فندم ان من اهم الامور اللي بيحتاج ليها الدوله دايما كلما استلزم الامر يعني في الزياده السكانيه لازم يستلزم ان يكون في مجابهه بزياده المشروعات والتنميه اللي بتلاحق هذا معدل النمو السكاني الكبير. صح. وخلينا نقول النهارده تهيئة البنية التحتية اللي بتليق بالزيادة السكانية دي النهاردة في احتياج فعلا لكيفية إدارتها إدارة كبيرة جدا، وإدارة إن هي تؤكد على حرص يعني رفع معاناة الشعوب، واللي بنشوفه الثمان تسع سنوات الماضية في خلق فرص للعمل وأيضا لمواكبة التطور الكبير في التطور يعني السكاني كان لازم يستلزم ان احنا نقوم بعدد من المشروعات القوميه الكبرى اكثرها اسكان واكثرها طبعا في الطرق والصحه والتعليم، وده اللي دايما فخامه الرئيس بيتكلم عنه. احنا عندنا تطور كبير جدا ومعدل نمو كبير لازم يواكبه، لازم نسرع في عمليه التنميه العمرانيه في التنميه السكانيه. ده اللي هيهيئ الدوله خلال العشر سنوات الماضيه لأن تواجه الصعوبات في العشرات السنوات القادمة. لازم ندرك جيدا أن كل ما بيكون مستلزمات الدولة كثيرة لازم نهيئ المشروعات اللي هي تغطي احتياجات هذا المجتمع والتطوير الخاص به اللي هو يليق بالمجتمع المصري. الدور المطلوب مجتمعيا وليس فقط دور الدولة أو الدور الحكومي في مواجهة أثار تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، كيف تقرأ هذا الدور الغير حكومي أو الدور المجتمعي إن جاز لنا التعبير؟ خلينا نقول يا فندم إن المجتمع هو النهاردة أساس قيام الدولة، ولازم يعلم جيدا إن المقومات اللي هي بتقوم بها الدولة برعاية المجتمع المدني أو برعاية يعني قطاع الأعمال أو القطاع الخاص في توفير السلع هو ده القدرة اللي موجودة من الحكومة لتغطية احتياجاتهم. اللي احنا بنشوفه الدور المجتمعي ان هو يصغى فعلا لكيفية تدبير احتياجاته عن طريق كمان ان يكون في حقوق في يعني زيادة التشغيل، حقوق في زيادة الرعاية للأسر بعضها البعض، كيفية التمكين في التصنيع، فتح أفق لزيادة التجارة. لازم تكون أركاننا كلنا مكتملة، يعني المجتمع يعمل بإدارة وحرفية أكثر علشان يقدر يساعد من تخفيف الأعباء برضو على المجتمع المصري كله. دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.